السلام عليكم. سترتعش عندما تعرف ماذا وجد هذا الرجل في الحرم المكي أمام الكعبة جعله يبكي طيلة حياته. سبحان الله. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. القاضي محمد بن عبد الباقي الأنصاري المشهور بقاضي المارستان المتوفي عام 535 للهجرة هو أحد أئمة الحديث الحفاظ. وقعت له قصة عجيبة فيها أيما عبرة، فقد حكي أنه كان بمكة في موسم حجة وكان مفلسا لا يملك شيئا من حطام الدنيا، وقد اشتد به الجوع ذات يوم فخرج يبحث عن كثرة خبز أو أي شيء يسد به رمقه، فإذا به يجد صرة من الحرير الأحمر ملقاة على الأرض، ففتحها فوجد بداخلها عقدا سمينا من اللؤلؤ تقدر قيمتها 50,000 دينار، فأخذها وقفل راجعا. فبينما هو في طريقه إذا برجل ينشد العقد وينادي في الناس يقول أنه افتقد صرة من حرير، فمن وجدها فله 50 دينارا. فسأله وماذا يوجد بداخل الصرة؟ قال بداخلها عقد لؤلؤ سمين. فسأله عن علامة العقد، فلما أخبره بها دفع إليه السرة على الفور فأخرج له 50 دينارا وناولها له، فأبى أن يأخذها قائلا ما ينبغي لي أن أخذ مقابلا على لقطة وجدتها وعدتها لصاحبها، فإني ما أعدت لك هذا العقد طمعا في الجائزة بل طمعا في رضا ربي. فرفض أخذ المال وهو حينها يتدور جوعا ولا يجد كثرة خبز يابسة يسد بها رمقه، فدعا له ذلك الرجل بخير ومضي لحال سبيله. مكث هذا القاضي المحدث بمكة أياما، ثم قرر أن يركب البحر لعله يصيب شيئا يتمول به. فبينما هو في عرض البحر إذا هبت عاصفة هوجاء لم تزل تتلاعب بسفينتهم حتى حطمتها وأغرقتها، فتعلق القاضي بلوح من حطام السفينة وما زال متشبثا بذلك اللوح، والموج يتقاذفه على مدى أيام حتى ألقي به على الشاطئ وقد بلغ به الجهد والإعياء مبلغا عظيما، فاستجمع قواه وجر نفسه حتى وصل إلى أقرب مسجد فارتمى بداخله وهو لا يدري شيئا عن هذه المحلة ولا يعرف أحدا من أهلها. ثم لم يلبس أن دخل ذلك المسجد رجل، فلما رآه سأله عن حاله، فلما قص عليه قصته أتى له بطعام وشراب وثوب يستدفئ به، وقال له إنهم يبحثون عن رجل يستأجرونه ليؤمهم في الصلاة في ذلك المسجد. فلما أخبره أنه يحفظ كتاب الله تعالى صارعوا باستئجاره إماما للمسجد، فلما علموا أنه يجيد الكتاب استأجروه ليعلم لهم أبناءهم. قال فتمولت وأصبحت بخير حال، فجاءوني يوما وقالوا لي إن لدينا فتاة يتيمة نريد أن نزوجك بها، وألحوا علي في ذلك فوافقت. فلما أدخلوني عليها رأيت على صدرها عقدا من اللؤلؤ، فلم أتمالك نفسي من إمناع النظر في ذلك العقد وأنا في حال من الذهول والعجب إذا أنه هو ذات العقد الذي وجدته بمكة. فبينما أنا أنظر في العقد إذا بالفتاة تخرج باكية منتحبة وهي تقول إنه لا يريد أن ينظر إلى وجهي، فهو لا يرفع بصره عن العقد الذي على صدري. فلما صليت بهم صلاة الفجر ذكروا لي ذلك، فأخبرتهم أنني قد وجدت هذا العقد قبل كذا وكان ملقي على الأرض في صرة من حرير ببيت الله الحرام وقد أعدته لصاحبه، فكبروا جميعا حتى ارتج المسجد بتكبيرهم. ثم أخبروني أن صاحب العقد هو والد هذه اليتيمة وليس لديه سواها، وقد كان يؤمهم في الصلاة بهذا المسجد وأنه توفي قبل مدة، ولكنه منذ أن عاد من الحجة لم يفتأ يدعو بهذا الدعاء ونحن نؤمن من خلفه: اللهم إني لن أجد أحدا مثل صاحب العقد، اللهم لقني به حتى أزوجه وحيدتي. وهكذا استجاب الله تعالى لدعائه فجاء بك وزوجك من ابنته ولو بعد موته، وهذا جزاء الأمانة وعفة النفس. القصة صحيحة مروية في كتب الركراك والتراجم.